نروح بقى لمباراة كانت حديث الساعة في العالم كله، مباراة ألمانيا واليابان اللي شهدت أحداث كتير جدا وشهدت كامباك من منتخب الساموراي على الماكينات الألمانية. طبعا منتخب الألماني سجل في بداية المباراة، بعد كده منتخب الساموراي قدر يحول الدفة في 8 دقايق بس وقدر يخطف المنتخب الألماني في هذه المباراة. يمكن لو اتكلمنا عن هذه المباراة نقول ان منتخب ألمانيا ضد اليابان اصبح المنتخب الألماني تلقى الخسارة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، في حين انه في 18 نسخة سابقة لعام 2000 او ما قبل اخر نسخة 2018 خسرت ألمانيا مباراة افتتاحية وحيدة ضد الجزائر طبعا في النسخة وفي المباراة الشهيرة سنة 1982. اصبح المنتخب الألماني مهدد وبشدة بالخروج مبكرا من المونديال للمرة الثانية على التوالي من الدور الاول، وعندهم مباراة صعبة جدا طبعا امام اسبانيا، ومفيش بديل عن الفوز لو عايزين يحافظوا على املهم في الفوز والانطلاق والتخطي دور المجموعات.